مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من السادسه، وفعلا هي دي ازمه منتخب الشباب، هي اللي شغله الوسط الكروي كله الفتره دي. ويمكن لما شفنا الفيديو وتمسك لعيبه منتخب الشباب ان هم يكملوا الحقيقه المسيره ويكملوا البطوله امبارح يا احمد، يعني كان حاجه لمستنا قوي انه قد ايه الشباب دي عندها حلم، عايزين طبعا يكملوه. ده كان فارق جدا معانا. يمكن الجديد اللي حصل النهارده ان وزاره الرياضه اصدرت بيان انه خلاص هيتم بالتنسيق طبعا مع اتحاد الكره، انه هيتم ارسال 2 لعيبه بكره ان شاء الله، المفروض ان هم اصلا على قائمه المنتخب علشان يكونوا باذن الله كده العدد كامل علشان يقدروا ان هم يشاركوا في مباراه، بدءا بقى خلاص من مباراه تونس اللي جايه، ويقدروا يكملوا مشوارهم في البطوله. ده مهم جدا، لانه يعني الحقيقه اصلا فكره انه خساره مباراه ليبيا او اتحسبت علينا خساره او انسحاب ب3-0، ده يعني في نوع من الظلم الحقيقه بالنسبة لمنتخب الشباب يا أحمد.